الكتب الصوتية وسيلة مثالية للتغلب على فطور القراءة زيادة معدل القراءات بشكل ملحوظ. تعال النهاردة أعمل لك فيديو عن أفضل البرامج الصوتية اللي موجودة دلوقتي تجربتي معاهم وبرشح لك إيه عن إيه. يلا بينا. هنتكلم النهاردة على ست برامج للكتب الصوتية. هقول لك تجربتي مع كل واحد فيهم وانا كطارق بفضل ايه طبعا مش محتاج اقول ان انا محدش دفع لي حاجه في هذه الفيديوهات وده عباره عن تجربه شخصيه بحته بناء عن الاكسبيرينس بتاعي انا الشخصي في التعامل مع هذه البرامج والحقيقه برضو لا اخفيك سرا ان انا قبل 2019 ما كنتش بستخدم الكتب الصوتيه خالص وكنت مقتنع ان وسيله القراءه الوحيده هي الكتاب الورقي ولكن بعد تجربتي للكتب الصوتية وتعودي عليها اكتشفت انها مفيدة جدا بتساعدك جدا انك تسرع معدل قراءاتك في اوقات كتيرة ايدك ما بتبقاش فاضية ممكن تشغل كتاب صوتي في سماعات ودانك وانت سايق العربية وانت بتغسل المواعين وانت بتروق الشقة حاجات تساعدك انك تزود المعدل بتاعك انك تسرح مع الحاجة اللي بتتقال وفي نفس الوقت تستفيد بالوقت الضايع ده تعال بقى نتكلم على كل برنامج من الستة دول وهكلمك الأول على أول تطبيق فيهم اسمه تطبيق روا روا دندنات عربية التطبيق ده تطبيق مجاني لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي عليه شويه حاجات لطيفة كده هتلاقي عليه كتاب معرض الموت مثلا بتاع دكتور احمد خالد توفيق في نسخة صوتية لطيفة بمؤثرات حلوة جدا وشوية ساوند ديزاين لطيف بصوت محمد خميس نفسه هتلاقي عليه مقالات بعض من مقالات دكتور احمد خالد توفيق مش كتب مقالية للدكتور مقالات منتقاه كده تم تحويلها إلى نسخة صوتية هتلاقي عليه دراما اجتماعية مؤلفة للتطبيق بشكل كامل وهو تطبيق مجاني زي ما قلنا ولكن يحتم إن أنت لازم تبقى مشترك في الإنترنت أو على الانترنت دلوقتي او اونلاين عشان تعرف تسمع الحاجة مش متاح انك تنزل الحاجة وترجع تستخدمها تاني التطبيق التاني اللي هنتكلم عليه بسرعة جدا هو تطبيق كتاب صوتي ليه هنتكلم عليه بسرعة لان كتاب صوتي تم بيعه الى تطبيق ستوري تيل. يعني كل المكتبه بتاعته راحت الى مكتبه ستوري تيل حتى انت لما هتيجي تفتح تطبيق كتاب صوتي هتلاقي فيه اول ما تخش ازاي تشترك في تطبيق ستوري تيل كان بيتميز بانه عليه مكتبه كبيره جدا من الكتب المجانيه اللي ملهاش حقوق يعني عدى على وقت موت المؤلف بتاعها فتره كبيره جدا ففقدت حقوق الملكيه بتاعتها وبالتالي تحولت الى ملكيه عامه ممكن اي حد يترجمها ممكن اي حد يستخدمها الكلام ده ما بقاش موجود لما اتنقل على ستوري تيل كل الحاجات اللي موجوده على ستوري تيل مدفوعه ولكن ما زالت بعض الحاجات اللي موجوده على كتاب صوتي موجوده على كتاب صوتي نفسه وبشكل مجاني ولكن لازم برضه تبقى مشترك في الانترنت. التطبيق التالي اللي هنتكلم عليه هو تطبيق اي بودكاست وتطبيق جديد لسه بادئ من عدد محدود من الشهور. كان مجاني الاول وبعد كده بقى مدفوع يعني لازم تشترك فيه والاشتراك فيه قليل او ضعيف مش كبير قوي يعني لكن المكتبه اللي موجوده فيه ما زالت في طور النمو لسه الحاجات اللي عليها حاجات قليله في تعاقدات تمت ما بين التطبيق مثلا وشركه او دار ابهار لتحويل الاعمال الموجوده عندهم الى نسخه صوتيه على التطبيق ولكن لسه مش حاجه ظهرت تم التعاقد الحصري مثلا مع 20 هنائي عشان يتم تحويل سلسله لاشين الى كتاب صوتي وصدر فعلا منها النسخه الاولى او الكتاب الاول وهو عهد الدجالين بشكل حصري على تطبيق اي بودكاست موجود عليه برضه لشرين هنائي الترجمه الوحيده بتاعت اشباح عزبه بلاي اللي هي من دار زين بشكل حصري على التطبيق، لكن بقيه المكتبه اللي موجوده في التطبيق الحقيقه انا مش شايفها مشجعه ان حد يشترك فيها او يدفع فلوس في التطبيق عشان ياخدها، يعني لو انت مثلا بتحب اشرف العشماوي مش هتلاقيه موجود، هشام الخشن محمد صادق مش هتلاقي الكلام ده موجود في التطبيق ده لا انت كل اللي هتلاقيه هتلاقي اعمال شيرين هنائي ومستقبليا هيبقى في اعمال من دار ابهار وده لا يمنع ان الحقيقه لاشين الجزء الاول معمول بشكل لطيف والنسخه الصوتيه بتاعته تم القاها بشكل حلو وطبعا برضو بصوت محمد خميس نفسه التطبيق اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو تطبيق اقرأ لي اقرأ لي هو تطبيق مدفوع لازم تدفع فلوس عشان تشترك فيه اشتراكه مش غالي اعتقد معقول نسبيا هتلاقي عليه حاجات حصرية زي شغل محمد حياة مثلا بعضه لازم تبقى مشترك ودافع فلوس عشان تسمعه زي اعترافات جثة وبعضه مجاني زي مثلا الشيطان الملحد ساعة سهومي هتلاقي في كتب محدودة مجانية وبيسمح لك اوقات بأنك تسمع الفصل الاول من بعض من الكتب لكن التطبيق ده بالتحديد عامل لي برجلة في دماغي ذلك لان هو عليه حاجات موجودة في تطبيقات اخرى يعني هتلاقي عليه مثلا طبيب الياف محمد المنسي انديل وموجودة في نفس الوقت على سوريتيل. هتلاقي عليه سلسلة ما وراء الطبيعة ست أعداد وعلى قدر علمي أنا الشخصي إن سلسلة ما وراء الطبيعة تم التعاقد الحصري ما بينها وما بين تطبيق أوديوهات عشان تبقى عليه بس وده اللي نقلنا للكلام على تطبيق أوديوهات تطبيق أوديوهات كان تطبيق مجاني تحول إلى تطبيق مدفوع عليه بشكل حصري سلسلة ما وراء الطبيعة بموافقة ورث الدكتور أحمد خالد توفيق بشكل نهائي عليه برنامج بعد منتصف الليل اللي كان الموسم الأول بتاعه موجود في ماوراء الطبيعة بشكل ورقي بطول الدكتور رفعت إسماعيل والموسم التاني والتالت كتابة شيرين هنائي تلميذه العراب وتحول النسخه الثانيه بتاعتها الى اليوتيوب وبعدين اتنقل كل الكلام ده على تطبيق اوديوهات وطبعا اللي ظهر فيها شخصيه لاشين بصوت دكتور محمد خميس عليه بعض من الحاجات المخصوصه ليه دراما اجتماعيه مكتوبه ليه هو بالقاء صوتي وموسيقى تصويريه وده يتميز بيه كل الانتاج اللي موجود في تطبيق اوديوهات بشكل خاص ان كل الانتاج اللي عليه معمول على شكل دراما اذاعيه يعني كل شخصية من الشخصيات ليها صوت مختلف عن الباقي في موسيقى تصويرية في ساوند افكت ضرب رصاص في جري عربيات في اكشن بتحس انت بتسمع فيلم ودان عليه حاجات من كتاب تانيين زي فاطمة الزهراء بدوي مثلا كتاب العداد عليه حاجات هتيجي في المستقبل زي حاجات نوها داوود مثلا كاتبة الجريمة المعروفة وأجاثا كريستي الشرق اشتراكه معقول نسبيا الحقيقة على ما أعتقد كانت 3 شهور ب 75 جنيه وده مبلغ لطيف الحقيقة وبيسمح لك فيما بعد ان انت تتطور معاه وفي نفس الوقت بيسمح لك ان انت تنزل الحاجات اللي انت عايزها وانت على الواي فاي وتسمعها وانت اوف لاين في رايي ان هو لو استمر على المعدل بتاعه بالانتاج الفخم بتاعه ده هيبقى حاجه قويه في المستقبل ولكن المكتبه بتاعته دلوقتي ما زالت محدوده وده نقلنا للكلام على اكبر مكتبة في هذا الموضوع وهو ستوري مكتبة عملاقة ضخمة جدا كان 25 الف كتاب قبل ما يضم كتاب صوتي لي طبعا بعديها بقى رقم خزع بالي انا مش عايز اتخيله طبعا هو تطبيق مدفوع وهو الاغلى في هذه التطبيقات على الاطلاق عنده شهر وثلاث شهور وسنه سنه هي الافضل من ناحيه القيمه والارخص وشهر هو الاغلى في حاجات ملقاه بإلقاء صوتي مختلف يعني في حاجات بإلقاء أنوثي وفي حلقات بإلقاء ذكوري وفي حاجات بإلقاء مشترك يعني الشخصيات الذكوريه بيعملها راجل والشخصيات الأنوثيه بيعملها ست، في حاجات محدوده على شكل دراما اجتماعيه فيها ساوند افكت وساوند ديزاين وما إلى ذلك. بيتميز بعده حاجات مش موجوده في باقي التطبيقات. واحد مكتبته عملاقه جدا زي ما قلنا رقم خزعبلي من الكتب. لو جينا فكرنا في القيمه اللي انت بتاخدها مقابل السعر هتلاقيها خزعبليه جدا اغنيه الجليد والنار بالعربي وبالانجليزي ارخص جزء في اغنيه الجليد والنار بالعربي ب 250 جنيه 250 جنيه ده ممكن ما يكونش اشتراك الثلاث شهور عنده مثلا فاير اند بلاد باللغه الانجليزيه الكتاب ده لوحده الهارد كفر بتاعه يتجاوز 600 جنيه عنده حاجات حصريه خاصه بيه هو اسمها ستوري تيل اوريجينلز حاجات مكتوبه ليه هو بشكل حصري ثم تحولت بعد كده الى كتاب ورقي يعني الاول كانت صوتي في بعضها تحول لورقي زي مثلا مترون اللي اتحولت لكتاب فانتازيا نزل في معرض الكتاب انين الدمى بتاعه نور عبد المجيد اللي اتحولت لكتاب نزلت مع المصريه اللبنانيه وفي حاجات ما اتحولتش ومش هتتحول دلوقتي خالص من كتابه محمد عصمت مثلا بسمة الخول حاجات مترجمه بتاعته لوحده أوراق شمعون المصري مثلا النسخة الصوتية بتاعتها العظيمة جدا 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 اللي بتاخد الكتاب في ليفل اخر بصوت اشرف عبد الغفور ومحمد خميس واحمد ماهر حاجه عظيمه جدا للغايه. في كم من الكتب الانجليزيه غير عادي. براندن ساندرسون وجورج ار مارتن وهاري بوتر بالعربي حاجات كتير جدا جدا انت ما تتخيلهاش. فالحقيقه انا اقدر اجزم ان افضل تجربه بالنسبه لي فيهم هي ستوري تيل وهي التجربه المستمره بالنسبه لي يعني انا بجدد ستوري تيل بشكل دائم ولكن مثلا بشترك في اوديوهات عشان اسمع الموسم بتاع بعد منتصف الليل وخلاص وبكرر طبعا ان مفيش اي واحد من الابلكيشنز دي مديني فلوس ولكن انا بقول تجربتي انا الشخصيه في الموضوع وعايز اعرف منك بقى هل متحمس للكتب الصوتيه جربت اي برنامج منهم عندك ساعات تفكر انك تستعمله كده وتستفيد بوقتك بان انت تبقى سايق وتشغله في العربيه تبقى بتروق الشقه وتسمعه في ودانك تسرح مع قصة وانت بتعمل اكتيفيتي تاني في ايديك ما تقولي في التعليقات نتكلم مع بعض ونستفيد زي كده احسن على تعليقات وترشيحات ومراجعات تطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني انت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ودعني بلايك وتشير هذا الفيديو اما بقى لو عايز تشبع القارئ اللي جواك اختار كتابك اللي جاي صح عايز قدامك على الشاشه دلوقتي سلسله حصاد سنه 2021 هنلاقي فيها افضل روايات اسوا روايات افضل كتب صوتيه افضل ترجمات وافضل كتب غير روائيه روح عليها اشوفك هناك select